السلام عليكم المتتبعين ديالي الزوينين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بكل صحه وسلامه ان شاء الله يا ربي، وكنتمنى كل شيء ترحم على الوليد اللي مات مسكين ريان. تعازيه لكل مغربي ومغربيه وكل امه العربيه في هذا الطفل هذا اللي فقدناه كاملين. تعازية لكل واحد بغى الطفل ريان، والله يرحمه والله يتولى عائلته يا ربي. ان شاء الله الفيديو اليوم جيت نحضر معكم البنات واحد الكيكة، كيك يومي سهل، مقادير موجودة عندكم في الدار، سهل في المقادير وكل شيء. الكوتي كنحتاجو ليه 4 تاع البيضات، 3 تاع الخمارات، كاس الا ربع ساعة الزيت، كاس الا ربع ساعة سنيدة، ليمونة محكوكة. هذا خلاص فصل الليمون، وانتم كتعرفوا الفيتامينات اللي كاينة في الليمون، فيتامين سي، راه غني الليمون البنات. كنديرو لقيتو رخيص، كنديرو كاس العنبة تاع الليمون، الدقيق عندنا جوج كيسان، ولا خاص الدقيق كضيفو الدقيق، المهم الدقيق حسب الخليط. وكنديروا راكم الليمون كيتواتى مع النك، هذا الكراميل، هذا الكراميل اللي كنت وجدت فيه ديك التحليه، راه كاينه الطريقه ديالها في الفيديو اللي قبل. راه التحليه نتاع الكراميل كتجي لذيذه بزاف، والليمون راه كيتواتى مع الكراميل. دابا ان شاء الله غادي نبداو على بركه الله، نبداو بطريقه التحضير. نديروا 4 نتاع البيضات وكنطربوهم مزيان البنات، الا بغيتو الكيك يطلع ليكم طربوا البيض، وعاد بداو تضيفوا له في المقادير. باش كيطلع البيض مزيان، كل ما طلع البيض مزيان كل ما كيجيك الكيك زوين. غنبقاو مستمرين في التقريب بحال هذا الشكل هذا. الا ما عندكمش البنات الطراب الكهربائي، تسملوا غير الطراب اليدوي. طربوا البيض ويكون البيض ما يكونش بارد، يكون حرارة المطبخ. غنبقاو مستمرين بهذه الطريقة، غنطلع البيض ونعاود نرجع ليه. كنطربوا البيض تطلع لنا بهذا الشكل، غنضيفو الكاس لا ربع تاع سنيدة، غادي نبداو نطربو مزيان. بعد ما طربنا البيض وسنيدة، غندير فوقهم كاس الا ربع تاع الزيت. بالنسبة لسنيدة البنات اللي بغات، اللي كتبغي الحلاوة ممكن دير كاس تاع العنبة. غنعاودو نطربو سنيدة الزيت بهذا الشكل، نسجلنا مع البيض سنيدة. نضيفوا ليها الليمون، كنضيفوا الليمون وكنضيفوا داك القشور تاع الليمونه محكوكي. سمحوا لي البنات حيت ما بغاوش يهبطوا، حيت راه كنخدم بواحد اليد، واحد اليد كتصور. هذا الشكل وكنوليو نطربو. كنستمرو في الطريق حيت كنستعملو العناصر البنات. الليمون راه مفيد، وهذه هي وقتها واش نديرو لا، حنا بلادنا معروفة بالليمون، يعني موجود دابا لهاد مع هاد الفيروس تاع كورونا. واش الليمون راه فيه فيتامين سي وراه مفيد للذات، والحمد لله حنا عندنا في المغرب موجود الليمون. بالنسبه البنات لهذا الكراميل اللي كيبغيه يضيفو، اللي ما بغاش اللي ما عندوش ما متوفر ليهش ما يضيفوش. انا كتعجبني انك هذا الكراميل مع الليمون كيجيو متواتين وبنانين، كيعطيو للكيك واحد المذاق اللي هو رائع.
شنو كيبغي وشنو المتواجد عنده. راه ماشي ضروري تضيفوه، غير انا حيت صايفط البارح التحليه وبقى شايط ليا وقلت علاش لا ما نستعملوش اليوم. تنضيفوا الكراميل بهذا الشكل، عنده. من بعد ما طربنا داك الكراميل انتما كي كتشوفوا مابقاش كيبان، كنديروا نفس الكميه نتاع الطحين مع ثلاثه الخمارات وكنغربلوهم. كتغربلو باش ما كيبقاوش دوك الحبيبات وباش كتطلع لكم الكيك مزيانه. غادي تسمحوا لي البنات حيت كنغربل بيد ويد كنصور بها. كما كي كتشوفوا هاد الحبيبات هادو حيدوهم ونبداو نفرغو. كنربو حتى ندخلو داك الطحين، من بعد كتبقاو تدوسو الطحين شويه بشويه راه باقا نحتاج الطحين. راه باقا ما كفاتش الطحين، غادي نزيدو الطحين. كتبقاو مستمرين كتزيدو شويه بشويه وتغربلو شويه بشويه. دابا غنزيدو هاد الطحين ونشوفها واش غتاخد لنا داك القوام اللي بغينا. نبقاو مستمرين بهذا الشكل. كنعاود نتأكد البنات اللي ما عندهاش طراب الطرائف استعملو غير طراب اليدوي. مازال محتاجة شوية نتاع الطحين، كتاخد تقريبا جوج كيسان ونص نتاع العلبة نتاع الطحين. بس أنا دابا درت جوج كيسان وربع وهي باقا محتاجة، يعني تقريبا جوج كيسان ونص. غادي نضيفهم وغادي نعاود نولي ليكم باش نشوفو القوام نتاع الكيك ديالنا. ها هو الكيك ديالنا، القوام ديالو هاكي كيجي ملي كتهزي هاكا كيدير خيط ما تقيل ما خفيف، وراه كيجي يعطي واحد الريحة زوينة نتاع الكراميل. البنات كتقبطو المول لي غدخلو للفران كدهنوه بالزبدة، أنا دهنتو بالزبدة ودرتلو الطحين كي كتشوفو وراه يبان ليكم. وغادي نضيفو ليه داك الكيك. ممكن ديروه في أي مول عندكم. وغادي نكونو شاعلين الفران من قبل، وغادي ندخلوه على عافية مهيلة للفران ديالنا ونخليوه يطيب. نتلاقاو ان شاء الله ملي نخرجوه من الفران. البنات هذا هو الكيك ديالنا كي كتشوفوا انتم، كي كتشوفوا كيجي من فوق وهشيش من بعد ما خرجته من الفران. نزين انا كنزين بداك الكراميل اللي بقى ليا بالطريقه هذه. زين البنات ما
ممكن تحطوها كاع غير هكا، يا راه كتشوف اللون ديالها كيجي زوين، ممكن تزينوها باش ما بغيتو، ممكن تزينوها بدانيت، ممكن تزينوها باش ما بغيتو، غير انا بقى ليا هاد الكراميل، واصلا كيعجبني لوكو د الكراميل. كنجيبو شيتا كندهنو، بالشكل هذا الوجه كدهن الوجه كامل، كنزينو بشويه. انا كان عندي شويه تاع اللوز حمرته وهرمشته، كنزينو بهذه الطريقه، اللي كتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي نتاع الكيك ديالنا للناس، بالصحة والراحة. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم ويلقاكم صحة وسلامة، وما تنساوش تدعموني بجيم وابوني، شكرا لكم على الدعم ديالكم، تنتمنى نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.